فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فهذه أمور حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو من أمور الجاهلية، وهو محل الشاهد في الحديث، وهو محل الشاهد من الحديث. الأمر الأول الملحد في الحرم، والملحد هو الذي يفعل الإلحاد وهو المعصية، لأن الإلحاد في اللغة هو الميل، والمعصية ميل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، والمعصية محرمة في أي مكان، ولكنها في الحرم أشد، لأنها مع كونها معصية فهي انتهاك لحرمة الحرم، فيجتمع فيها مفسدتان. هذه واحدة. والله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.